السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. درس جديد من دروس مجموعة 3D، لتر جديد حرف الواي، وهنبدأ بسم الله. هنبدأ تخطيط الحرف كده على السريع. ده تخطيط سريع كده. الخط ده لازم يكون موازن. ده اوكي، من هنا الخط ده برضو يكون موازي. ده هنا دلوقتي هنعملهم بالمسطرة كلهم دلوقتي. اوكي تمام، واضح كده. نشتغل بقى بالمسطرة، نخففه كده شوية عشان هنبدأ مرحلة التصميم بتاعتنا. هنا نسينا نعمل هنا بعمل بعض التأثيرات الجمالية اللي بتدي شكل جمالي على الحرف، طبعا بقلم الدمج زي ما شايفين، والقلم الرصاص، وبعض التأثيرات كده الظل والنور.
وكده يا شباب زي ما احنا شايفين كده الدرس انتهى، وده في شكله النهائي، وان شاء الله بنكمل بقية الحروف في دروس تانية ان شاء الله وكورس تاني من مجموعة 3D. ومتنسوش تعمل له لايك للفيديو واشتراك بالقناة عشان يوصلك كل الدروس الجديدة وتستفيد منها. واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.